السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، ولازلنا في أبواب كبائر القلب، وسنتكلم في هذا الدرس عن العجب وعن الرياء والسمعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر العجب وقول الله تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. رواه البخاري ومسلم. وليحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر رضي الله عنه: إنهم كانوا أرادوني على القصص، فقال: أخشى أن تقص فترتفع عليهم في نفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيضعك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك. وللبيهقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك، العجب. هذه الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في باب العجب والتحذير منه وبيان أنه كبيرة من كبائر الذنوب. والعجب أيها الإخوة هو الزهو بما يكون من المرء حسناً أو قبيحاً، فأنت تجد الناس في هذه الأيام منهم من يعجب بأفعاله الحسنة ومنهم من يعجب بأفعاله القبيحة، أليس كذلك؟ فالعجب هو الزهو بما يكون من المرء حسناً كان أو قبيحاً. وعرفه الجرجاني رحمه الله تعالى بقوله: هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقا لها، يتصور أنه يستحق مرتبة هو في الحقيقة لا يستحقها. وقد سبق معنا في الدرس السابق أن تكلمنا عن الكبر، ومنهم من جعل من أهل العلم من جعل العجب هو الكبر، إلا أن بينهما فرقا. فالعجب يكون من قبيل النفس، وأما الكبر فيكون على الخلق ويكون على الحق، بمعنى أن الكبر يلزم لوجوده متكبر ومتكبر به ومتكبر عليه، وأما العجب فيلزم لوجوده وجود معجب ومعجب به فقط، لا يلزم وجود معجب عليه. فيتصور أن يعجب الإنسان بشيء في نفسه دون أن يعجب بذلك على أحد من الخلق، لكن لا يتصور أن يكون متكبرا إلا أن يكون متكبرا إما على الخلق وإما على الحق. فيلزم لوجود الكبر ثلاثة أمور: متكبر ومتكبر به ومتكبر عليه، ولا يلزم ذلك في العجب. فلربما أعجب الإنسان بنفسه وبما يكون منه وبلباسه
وبجماله وبغير ذلك دون وجود معجب عليه، فيلزم لوجود العجب وجود معجب ومعجب به فقط. هذا الفرق بين الكبر والعجب. والعجب أيها الإخوة خلاف صفات المؤمنين الذين لا يعجبون بأعمالهم أبداً، بل يكونون دوماً مشفقين من عذاب الله لرؤيتهم التقصير، يرون أنهم قصروا في جنب الله، ولو أنهم عملوا الصالحات لرأوا أنهم قصروا في أدائها على وجه كامل، فهم دائماً مشفقون كما قال الله تعالى عنهم: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، كما في سورة المعارج. وقال الله تبارك وتعالى فيهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة من ماذا؟ وجلة خوفا من عدم قبول أعمالهم، كما فسرها بذلك، كما فسر هذه الآية بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، فأخبرها بأنهم ليسوا الذين لا يعملون، ولكن الذين يعملون ويخافون أن لا تقبل أعمالهم. هذه هي صفات المؤمنين، لا يعجبون أبداً لا بأنفسهم ولا بأعمالهم، لا يعجبون أبداً لا بأنفسهم ولا بأعمالهم، بل يرون أنهم مقصرين بشكل دائم، فهم مشفقون من عذاب الله. والعجب أيها الإخوة من أعظم أسباب الهلاك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في الأثر السابق: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب. العجب من أعظم أسباب الهلاك، لأن صاحبه ينظر لنفسه بعين الإعجاب فيما يأتي ويذر، وهذا يدفعه شيئا فشيئا إلى التقليل من الخيرات والإكثار من المنكرات. ولو أنصف نفسه فعلم تقصيرها لكان مشفقا كحال المؤمنين، ثم يزداد من الخيرات ويبتعد أكثر عن المنكرات. ومن مداخل الشيطان على الإنسان أن يأتيه فيقول له: أنت من عباد الله المخلصين، أنت من الصالحين، أنت من المحسنين، أنت تصلي الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد، أنت تفعل وتفعل، فيعجب بنفسه. وهذا من مداخل الشيطان عليه، ينظر إلى ما يفعل، وأحياناً ينظر إلى ما يذر، فيقول له الشيطان: أنت لا تزني كما يزني الآخرون، أنت لا تشرب الخمر كما يشرب الآخرون، أنت لا تفعل ولا تفعل، فيعجب كذلك بنفسه. لا، المؤمن على خلاف ذلك، يرى دائماً تقصيره ولا يرى ما يفعل ولا يرى ما يذر، فإذا رأى ذلك من نفسه أي التقصير ازداد من الخيرات وابتعد أكثر عن المنكرات، فهذا الأمر يزيده إيماناً وتقواً وهدى، بخلاف العجب إنما يزيده بعداً عن ربه، ويزيده والعياذ بالله إسرافاً في المنكرات وتقليلاً من الخيرات. ولذلك جاء في الأثر: رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. قيل: كيف ذلك؟ قال: يعجب الرجل بحسنته حتى يمن بها على ربه فتدخله النار، وينظر الرجل المسيء أن سيئته هذه قد أوردته المهالك، فيخاف منها خوفاً يوجب له دخول الجنة. أرأيتم الفرق بين هذا وهذا؟ ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن المؤمن ليرى ذنوبه كأمثال الجبال فوق رأسه توشك أن تخر عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. هذا الفرق بين المنافق والمؤمن. إذا مهما عملت من الصالحات لا تعجب بنفسك، ومهما تركت من المنكرات لا تعجب بنفسك، انظر إلى تقصيرك. تأملوا كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو علمت أن الله تقبل لي عملاً واحداً لما كان غائباً أحب إلي من الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني يريد أن يحقق في نفسه أنه من المتقين بمعرفة أنه قبل له عمل واحد. إذا كان هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا، فهذا عمر يقول عن نفسه ذلك. إذا ماذا نقول نحن؟ إياك والعجب. واعلموا أيها الإخوة أن من أعظم مسببات العجب المدح وكثرته، ولذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق بقطع العنق. قال الحافظ
ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال: حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة، فربما ضيع العمل والازدياد في الخير اتكالا على ما وصف به. المدح وكثرته أيها الإخوة من مسببات العجب. أرأيت لو أنك تمدح إنسانا ليلا ونهارا هذا مما يزيده عجبا، فإذا أعجب بنفسه ترك الازدياد من الخيرات وأقبل على المنكرات شيئا وشيئا شيئا فشيئا والعياذ بالله. الإكثار من المدح أيها الإخوة ليس من صفات المؤمنين، إنما هو من صفات المنافقين. ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب كما في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه. لكن ليس كل من يمدح يحثى في وجهه التراب أو ينكر عليه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الصحابة، أليس كذلك؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وغير ذلك من الصحابة الذين بشرهم بالجنة. وقوله لعمر رضي الله عنه: والله يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره، مدحهم. لكن المراد في هذا الحديث الذي يكون ديدنه المدح فيمدح دائما، والذي يمدح بما ليس في الآخر، لأن الإنسان إذا أكثر من المدح وكان هذا ديدنه سيقع لزاما بالمدح بما ليس في الشخص الآخر. كل ما بالغ الإنسان في الكلام وفي كثرته يقع في المنكر بلا شك. ولذلك جاء في مقدمة صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما، وفي رواية كذبا، أن يحدث بكل ما سمع. ليش؟ لأن الإنسان إذا حدث بكل ما سمع سيحدث أيضا بالباطل والشر والكذب الذي سمعه، لن يحدث بالخير فقط. وهكذا المدح، إذا كان ديدنك المدح فاعلم بأنك ستمدح يوم من الأيام بما ليس في الشخص الآخر. وانظروا إلى المداحين كيف أنهم اليوم يمدحون بما يكون في الشخص، ثم بالغد يزيدون، ثم بما بعده يزيدون، حتى يمدحون بما لا يعقل أن يكون في بشر. وبالتالي كان ذلك التحذير من المداحين والتحذير من المدح أيضا. كما أن من أسباب العجب أيها الإخوة بالنفس اتباع الناس فيما يشتهونه منك. فمثلا ترى الناس يعجبون بشكلك فتتزين لهم كل يوم، ترى الناس يعجبون بمنطقك فتتكلم لهم كل يوم خاصة في أمور معينة كالقصص والوعظ وغير ذلك، ترى الناس يعجبهم منك حسن الصوت فتعطيهم ما يشتهون، وهكذا. هذا الأمر مما يثير العجب بنفسك، ولذا نهى عنه الفاروق رضي الله عنه كما في الأثر السابق. واعلم أيها الأخ المسلم أن من أعظم ما ينفي عنك العجب تذكرك الدائم لذنوبك وتقصيرك في جنب الله، فكل الناس كذلك على تفاوت أعمالهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأثر السابق: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك العجب. وتذكر أيها الأخ المسلم دائما عاقبة العجب، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فاحذر من ذلك غاية الحذر، إياك أن تعجب بنفسك، إياك أن تعجب بأعمالك، إياك أن تعجب بجاهك، إياك أن تعجب بمنصبك، إياك أن تعجب بنسبك، إياك أن تعجب بجمالك، لا تعجب بشيء من ذلك. وسبق وأن تكلمنا في باب الكبر عن أن الإنسان ضعيف صغير في عظمة الأمور الأخرى التي خلقها الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا الباب باب ذكر الرياء والسمعة وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أخرجاه أي البخاري ومسلم. قيل معنى من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من يرائي أي من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم عندهم، يرائي الله به قيل معناه إظهار سريرته للناس. ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال: كذبت،
ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال الله: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وللترمذي أن معاوية رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث بكى وتلا قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآيات. الرياء أيها الإخوة لما يرى، والسمعة لما يسمع، وهما إظهار شيء من القربات لأجل المخلوقين، وهما من مبطلات الأعمال القادحة بالإخلاص. فلا تقبل الأعمال إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. ووجه كون الرياء من الكبائر أنه من الشرك، إذ هو ظلم في حق الله تعالى، وهذا لا يغفره الله سبحانه إلا بالتوبة منه. فليحمد وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا، أي أيها المرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء تنكيلا بهم، لأنهم رأوا من لا يكون عنده جزاء، والجزاء من جنس العمل، فيرائي الله بهم ويسمع الله بهم ثم يقول لهم ذلك. ومآل من كان هذا ديدنه أن يسحب على وجهه في النار كما في الحديث. لماذا يسحب على وجهه؟ لأنه إنما رأى ليرفع من جاهه أمام الناس، فأهين بوجهه الذي هو محل الجاه فسحب على وجهه إلى جهنم والعياذ بالله. والآية التي تلاها معاوية موافقة تماما لهذا الحديث الذي فيه ذكر الثلاثة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. واعلموا أيها الإخوة أن الواجب على الإنسان أن يدافع الرياء قدر استطاعته، فقد جاء عن الفضيل بن عياض رضي رحمه الله أنه قال: العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. فعليك أن تدافع الرياء قدر الاستطاعة، لا أن تترك العمل خوفا من الرياء. ما وجه هذه العبارة؟ لماذا قال العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك؟ ذلك أن العمل من أجل الناس قد يكون ابتداء مقصده أن يكون لله تعالى. يدخل الإنسان إلى المسجد يريد أن يصلي، ابتداء النية والمقصد لله، أليس كذلك؟ لكنه قد يرى إنساناً فيزين من صلاته لأجله، فابتداء العمل مقصده لله تبارك وتعالى، لكن خالطه بعد ذلك الرياء، وعلى الإنسان أن يدافعه. لكن ترك العمل الصالح خوفاً من الرياء إنما هو محضاً لأجل المخلوقين، فيترك العمل لأجل الناس لا لأجل الله أبداً، وهذا وجه كونه شرك وكونه أغلظ من الرياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.